مساء الفل على مشاهدي في الجول، معاكم محمد بدوي ضيفا على سبوره في الجول، وهندردش شويه عن نهائي دوري ابطال اوروبا بين الانتر ومانشستر سيتي. النهائي الاقل صخبا في السنين الاخيره بسبب وصول طرف غير متوقع وصوله زي الانتر. الناحيه الثانيه مانشستر سيتي كان من البدايه مرشح، وبالتاكيد هو له الحظوظ الاوفر للفوز باللقب. فهنتكلم مع بعض في ثلاث افكار، فخلينا نبدا الاول ونبص على تشكيله الفريقين. الانتر هيبدا بأونانا، تشيربي، باستوني، دي ماركو مفاجأة الموسم، دارميان إن لم يكن سكرينيار العائد من الإصابة، دومفريز، بروزوفيتش، هاكان، باريلا، تزيكو، ولوتارو، شكل 5-3-2. مانشستر سيتي على الناحية الثانية إيدرسون، وولكر، ستونز، روبن دياز، أكانجي، رودري، دي بروينا، جوندوجان، هالاند، برناردو سيلفا، جريليش، بشكل 4-3-3. اول فكره هنتكلم عنها هي سيتي، مانشستر سيتي في مرحله التحضير، اذا ما قرر انتر انه يضغط عليه في الثلث الاول. وهنا عشان نتوقع الانتر هيحاول يعمل ايه، ممكن نبص على محاولات لفرق تانية حاولت تضغط سيتي في المرحله دي. هنبص مثلا على اللي عمله ليفربول في ماتش الدور الثاني لما قرر ان هو يضغط من قدام بال 4-2-3-1، وساعتها كان رباعي دفاع ليفربول واقف مع ثلاثي الهجوم، كان ساعتها برناردو والفاريز وجريليش، وقدام كان الشكل 7 لعيبه من مانشستر سيتي قصاد 6 من ليفربول. الشكل اللي كان بيضغط بيه ليفربول كان ساعتها كان سيتي قادر انه يلاقي اللاعب الحر بينهم ويعمل لهم مشكله، خاصه ان ستونز كان مزوق في نص الملعب وده اللي زود المشكله. وكان في كمان خيار اضافي ان مش بس سيتي كان قادر يوصل للاعب الحر هنا، لا كمان كان قادر يوصل مره واحده لالفاريز اللي كان بينزل ويستلم بشكل ممتاز جدا، وده طبعا نتيجته ظهرت في الماتش. وبالتالي النمط ده صعب جدا انتر ينتهجه، وممكن يعني يحتاج يلاقي طريقه ثانيه. الطريقه الثانيه ممكن يكون ديزيربي هو اللي ادهاله في مباراه برايتون اللي انتهت 1-1، وهنا ديزيربي قرر انه يغامر ويلعب بيضغط من قدام مان تو مان في كل ارجاء الملعب. ساعتها خلى واحد من قلبين الدفاع يبقى مع دي بروين والتاني مع هالاند، ما كانش عنده ادنى مشكله انه يسيب الموقف ده 3-3 على امل انه يضايق سيتي في المرحله دي ويجبرهم يلعبوا كور طويله. سيموني انزاجي نفسه لعب بالشكل ده قدام ميلان، طبعا ميلان كان فريق اقل جوده بالكوره من سيتي، واللي فاكر الجون التاني في ماتش الذهاب كان حالة مشابهة، لكن طبعا مع اختلاف التوزيع. ساعتها أجنحة انتر كانت متقدمة بتضغط على باكات ميلان، ورأسي الحربة بيضغطوا على السنتر باكين، نص الملعب كان 2-2، وكان المشهد ده زي ما هو كده 4-4. ساعتها انتر أجبر حارس ميلان انه يلعب طويلة على جيرو اللي كان معاه تشيربي، ساعتها انتر خطف الكرة التانية من الثنائية دي من الصراع ده في المنطقة دي، وبدأ المرتدة من مكان متقدم اللي انتهت بالهدف. والانتر الموسم اللي فات فاجئ ليفربول في دور ال 16 وعمل نهج مشابه، وكان ساعتها ليفربول اللي هو غير ليفربول بتاع السنة دي. ليفربول طبعا الموسم اللي فات كان أفضل كتير، وانتر ساعتها أدى مباراة جيدة، وبالتالي انزاجي إن قرر إنه يغامر ويلعب بدفاع متقدم ويضغط سيتي من قدام، أعتقد إنه هيعمل حاجه شبه اللي عملها ضد ليفربول الموسم اللي فات. الفكره الثانيه معانا، اذا ما نجح السيتي انه يوصل للثلث الاخير، او الانتر قرر انه اصلا يتراجع مش مجبرا، يتراجع بمزاجه، ساعتها الشكل هيرجع تاني كده. السيتي بيوصل للمرحله دي بخمس لعيبه في الخط الاخير، هنا رودري وستونز، وقدام وتحتهم أكانجي وولكر وروبن دياز وأكانجي، وهنا رأسي الحربة. المرحلة دي سيتي كان لقى فيها أريحية شوية في مباراة ريال مدريد، لأن ريال مدريد كان عنده مشكلة في الدفاع خاصة من الجبهة اليسرى، لأن فينيسيوس ما كانش بيرجع باعتبار أنه هو نقطة الانطلاق المرتدات اللي كان ريال مدريد عايز يستغلها. لكن أعتقد مباراة الإنتر هتكون أصعب شوية على سيتي، خاصة ان الانتر بيدافع على الاطراف بثلاث لعيبة على الاقل،
وده هيخليه قادر يتماسك شوية، بجانب انه وجود خماسي في الدفاع بيخلي المنطقة دي محمية، ودي المنطقة اللي بيحب دي بروين انه يهاجمها بشكل فعال. لكن الجانب المهم اللي مش بلاحظ بقوة في مانشستر سيتي في المرحلة دي بخلاف الجانب الهجومي هو تمركز اللعيبة اللي مش بتشارك في انهاء الهجمة. التمركز ده بيكون مهم جدا عشان يحمي مانشستر سيتي من المرتدات. ممكن ده مش بيبان في الكادر الكاميرا الرئيسية، لكن مثلا في بعض اللقطات اللي كان فيها إعادة من وراء الجون، لو قدرت تلاحظ تمركز اللعيبة دي في مباراة مثلا زي مباراة بايرن ميونخ أو ريال مدريد، هتلاقي ان هم بيبقوا قريبين جدا من أقرب خصم ليهم، وهنا السبب في ده مش واخدين مسافات بعيدة شوية. والسبب في ده انه إذا ارتدت الكرة وإذا الفريق الخصم حاول يبني المرتدة على واحد من دول، لو اللاعب ده بعيد بالتالي اللاعب ده معاه الوقت والمساحة انه يتصرف بشكل افضل في الكرة، وبالتالي مستقبل المرتدة هيتغير لصالح الخصم. لكن في حالة ان اللاعب ده قريب واللاعب ده متاح للتغطية، هيكون سيتي قادر انه يسيطر على مرتدات خصمه. وطبعا احنا بنتكلم عن انتر عنده رأسين حربة وفريق مميز في التحولات، وبالتالي التمركز ده هيكون مهم جدا لسيتي في المرحلة دي. فكرة الثالثة وهي اذا ما قرر السيتي يضغط من قدام، وده طبعا متوقع، والانتر قرر انه يحضر من تلت ملعبه. الانتر مع انزاجي يعتبر افضل كتير مما كان عليه مع كونتي فيما يخص الخروج بالكرة والاستحواذ، اصبح فريق اكثر تنوعا لحد كبير، وبنشوف اشكال كتير جدا هو بيحضر منها، مثلا انه بيستخدم الوينج باكس بالشكل ده ويبدأ ويحضر بالثلاثي الدفاعي، او واحد منهم بيكون متأخر السنتر باك هو اللي بياخد الخط ويزق الوينج باك ده، او اوقات كتير السنتر الوينج باك كمان الناحيه الثانيه بيزق لقدام والسنتر باك بياخد الخط وواحد من نص الملعب هو اللي بينزل. سيتي على الاغلب ممكن يكون بشكل 4-4-2 او هيكون بشكل متغير ساعه الضغط حسب النمط اللي هيستخدمه الانتر. خلينا نرجع السنتر باكس مكانهم ولاعب نص الملعب يجي مكانه، ونتكلم عن اللحظة المثالية اللي بيستناها انتر في مرحلة التحضير من تلت ملعبه. يمكن دي ظهرت في الجولة قبل الأخيرة قدام أتلانتا، لما انتر قدر يستغل ان أتلانتا بيضغط مان تو مان بأرجال الملعب، ولعيبة نص الملعب قدروا انهم ما يتحركوا بشكل يفضي مساحة في القلب عشان توصل تمريرة مباشرة من قلب الدفاع للوكاكو. وهنا هو ده الموقف اللي انتر بيدور عليه، 2-2 في المساحه دي. في الهدف اللي بنقول لحضراتكم عليه، لوكاكو قدر يستلم باستخدام جسمه طبعا، حط التمريره للوتارو واستقبل التو وراح حط الهدف. موقف 2-2 ده هو ده اللي هيدور عليه قدام سيتي، وهو ده اللي اعتقد جوارديولا ممكن يعمل حسابه بانه يحاول يضغط بناقص واحد قدام عشان يبقى معاه لاعب اضافي يغطي المنطقه دي. وده الموقف اللي الانتر هيدور عليه قدام السيتي، وفي رايي ان الشكل اللي هيختاره جوارديولا للضغط هيكون بهدف انه يحاول يتجنب الموقف ده، او ان يكون في لاعب متاح للتغطيه وانه يضغط بناقص واحد عدد اقل قدام، ويحاول يسيب رودري قريب من المنطقه دي ويكون خيار مهم للتغطية عشان موقف ضد 2-2 ده ما يتكررش. طبعا المباراة هيكون فيها مراحل لعب اكتر من اللي احنا اتكلمنا فيه، لكن الثلاث افكار اللي احنا اتكلمنا فيهم على الاغلب هيكون هما الاكثر تكرارا، لان سيتي بيميل دايما للتحضير من تحت. اذا ما قرر الانتر انه يضغط من قدام فغالبا هنشوف المشهد ده. سيتي اكيد هيوصل لتلت ملعب انتر كتير، وبالتالي هنشوف الحالة دي كتير. على الجانب الاخر انتر ممكن يفاجئنا ويعمل زي ما عمل قدام ليفربول الموسم اللي فات ويحضر من تحت، هيكون الموقف شبيه باللي احنا قلناه، لكن تبقى حظوظ سيتي هي الاكبر زي ما بتوقع معظمنا. وفي رايي هيفضل امل انتر في المباراه دي وفي خطف النتيجه معتمد على ثنائيه الهجوم والموقف اللي ممكن يتخلق هنا. خير كده اذا سيتي ما نجح انه يسيطر على الموقف ده، اعتقد انه هيضمن نتيجه المباراه بسهوله. شكرا ليكم، وبنتمنى ان احنا نكون نقلنا الافكار بشكل سهل، ونشوفكم في تحليل جديد عن قريب ان شاء الله.